أخبار اليوم. أحمد أهلا بيك. أهلا بيكي، وأنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة. أحمد، عايزين ننتهز برضو الفرصة نعرف إيه جديد وأخبارك الفنية. الجديد يعني بعد اللي احنا مرينا بيه على آخر فترات مصر كده، كان الواحد يعني عايز أقول إيه مقتصد في شغله شوية، ولأن طبعا في طيارات ظهرت، ناس استغلت فرصة إن الأحوال ما بقتش زي زمان، والرقابة ما بقتش زي زمان، وإن معظم المنتجين الجادين رجعوا لأن إنتاجهم ده كان بيكلفهم كتير وما بقوش يكسبوا زي زمان. فلقينا ألوان من الفن انتشرت جامد جدا في السينما وفي التلفزيون لا تعبر عن مصر، بل بالعكس بتسيء لمصر، بتهرب السائح اللي يقدر ان هو يجي مصر ينعم بالامان. لما يشوف الحاجات دي يقول لك لا الشارع شكله كده يبقى انا مش هاجي، لما يشوف بلطجه واجرام وعنف والفاظ برضو اللي داخل يستثمر في مصر ويحط فلوس في بلدنا، لما يشوف فن الناس فيه مش عايزه تشتغل، والناس فيه بيبان ان هم دايما عايشين على المخدرات يعني الحاجات دي كلها بتدي صوره سلبيه عن بلدنا. اتمنى ان ده يتغير في الفتره اللي جايه، وانا طبعا لا ما قدرتش اشارك في الحاجات دي، لان انا يعني الحمد لله في مشواري الفني القصير المتواضع الواحد اختار حاجات الناس بتحترمه عشانها، فما يقدرش ان هو يعني ينزل اما كانش يعني على الاقل هيثبت على نفس المستوى. الفتره اللي جايه انا لامس روح رائعه من الدولة ومن الفنانين ومن الشعب، كله عايز يغير هذا اللون من الفن، ومش بأشخاص تانيين، بنفس الأشخاص اللي بيعملوه. بس تعالوا بقى يا جماعة نشوف، بدل ما احنا بنشوف سلبيات بلدنا وأسوأ ما فيها ونحطه كده قدام الكاميرا وننشر أسوأ حاجة عندنا للعالم، وأحيانا نبالغ كمان في إظهار السوق، لا احنا عندنا إيجابيات، بلدنا اسمها مصر، ومصر دي في العالم كله معروفة يعني إيه قدرها كبير جدا جدا، وبان ده من أشقائنا العرب ومن الدعم الدولي في كل بلاد العالم لمصر وثورتها في 30/6. فتعالوا نعمل فن يساوي هذا المستوى، فن بيتكلم عن بلدنا بالشكل اللي هتستحقه، فن يدي أمل للناس في بكرة، فن يعلم الشباب قدوة إيجابية بدل ما هم سلبيين وبعاد وعازفين عن المشاركة في أي شيء إيجابي. فأعتقد أن الفن عليه دور مهم جدا جدا جدا، وأنا عايز أقول يكاد يكون نمرة واحد الفن النهاردة، نمرة واحد. الأسرة ما عندهاش وقت طبعا للتوجيه، المدرسة طبعا احنا عارفين عندها مشاكل، ولكن اللي الناس بتشوفه في الفن، اللي الناس بتشوفه في الإعلام، الناس اللي بتشوفه في النت، هو ده اللي بيشكل وجدان الجيل الجديد، وإحنا محتاجين نكون أكثر يعني عايز اقول امناء اكتر على هذا الجيل، وان احنا نطلعه بجد بيحب بلده ومتفائل وعايز يشتغل. احمد، يمكن انت من الفنانين قلائل المثقفين المحب للقوات المسلحه، دايما ليها دايما في موقفها، عندك خبرات ومميزات ومهارات كتير، ليه ما تقدمش عمل حربي او تشارك في عمل حربي بيتكلم عن بطولات القصص للقوات المسلحه؟ انا اتمنى ان يكون في عمل حربي، وحصل كلام يعني الحقيقه مع مسؤولين في القوات المسلحه، والناس دي يعني انا عايز اقول شالت البلد فوق كتافها ودايما بتشيلها فوق كتافها، ويكفي إن عقيدة الفرد اللي بيخش القوات المسلحة من أول يوم بيقول أنا فدائي، فدائي دي يعني راجل بيفدي نفسه للبلد. وفعلا إحنا شفنا مصر كانت على شفا انهيار وحرب أهلية، زي ما شفنا في سوريا وليبيا وفي العراق وفي اليمن، للأسف ربنا يعني مع أشقائنا ويرجع بلدهم زي ما كانت، بس اللي منع ده إنه يحصل في مصر قواتنا المسلحة، هي اللي استجابت للشعب أولا في 25 يناير ثم في 30 يونيو وصححت المسار وحافظت على البلد وحافظت على وحدة مصر، ولا زالت كل يوم بتقدم تضحيات عشان حدودنا، عشان ما فيش حد يمس شبر من تراب مصر. المعاني دي معاني غالية قوي قوي قوي، وأنا عايز أقول المؤسسة دي أظهرت فعلا أن هي أكثر المؤسسات انضباطا، وبعدها بكتير قوي تيجي المؤسسات التانية في بلدنا. دي حاجة حلوة، بس احنا عايزين كمان كل المؤسسات ترقى لهذا المستوى، يبقى في انضباط، يبقى في ضمير، يبقى في روح أن الناس بتشتغل للكل، مش كل واحد بس بيدور على نفسه زي ما احنا بنشوف في الحياة المدنية، لا في الحياة العسكرية مهم جدا 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 أن الحسنة تعم الكل، الحسنة تعم الكل، وإن الواحد بجد يحط بلده قدام عينيه نمرة واحد. فهم الحمد لله في روح حلوة جدا، يتعمل أعمال عن القوات المسلحة بعد يعني ما كانوا مشغولين في أشياء كتير جدا، هو قالوا فعلا إحنا محتاجين نتكلم عن بطولات أنتوا ما تعرفوهاش وإحنا نعرفها أكتر، ففي تواصل وفي أكتر من عمل. يمكن في شركة صوت القاهرة طرح فكرة عمل اسمه نجمة سينا، بيتكلم عن وسام نجمة سينا، وكان ليها يعني حوار مع الأستاذ محمد العمري رئيس الشركة، فالحقيقة الفكرة رائعة، والجيش يعني عرض مساعدة كبيرة جدا،
واعتقد ان في يعني حركه على اكتر من مستوى، في فيلم كمان اسمع ان في تفكير فيه. فالاعمال دي مهمه جدا، يعني اهم شيء فيها انها بتحسس الشباب يعني انتماء، يعني ايه بلد، يعني ايه تراب، يعني ايه دم بيندفع عشان بلدك تفضل اسمها مصر وحدودها واحده من ساعه ما ربنا خلقها لحد دلوقتي. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تشهد ده، واحنا تحت امر يعني قواتنا المسلحه، حتى لو وصل الامر ان الواحد يتنازل عن كامل اجره بس العمل يطلع بشكل مشرف. احمد تعليق على زياره مورجان في اخر مره لما جه مصر وكان بيصور فيلم، يعني دي كانت حاجه جميله. مورجان فريمان طبعا يعني ممثل الكبار، وانا التقيت بيه قبل كده كان في مهرجان القاهره السينمائي. هو جه وحسيت من المره اللي فاتت انه عايز يرجع تاني، وهو مشغول قوي بالشرق ومشغول قوي بفكره معتقدات الشرق، واعتقد انه عامل فيلم عن فكره الذات الالهيه. انا ما اعرفش طبعا تفاصيله ايه، وما اعرفش يعني هو بيبص للموضوع او السكريبت المكتوب معمول من زاويه ايه، ولكن هو طبعا حدث عالمي انه راجل زي كده يجي مصر ويصور جنب الاهرامات وينزل يخش مسجد الازهر ومسجد سيدنا الحسين، فنشوف ان العالم كله يشوفه ويحس ان بلدنا امان وانه قادر يتحرك بامان وان الناس بتحبه ومرحبه بيه، وكل عارفه باين ان الشعب المصري مثقف عارف مين نجوم السينما العالميه. فهي خطوه ايجابيه في الطريق، واتمنى ان شاء الله تليها خطوات ثانيه، ولكن ناقص التركيز الاعلامي بقى. يعني انا عايز اقول احنا في الاعلام بنركز كتير قوي على السلبيات، لا مهم قوي نشوف حاجه زي كده، حدث زي كده ننوره ونعرف الناس كله ونعرف العالم كله ان في ممثل كبير جدا بثقه مورجان فريمان في مصر، برضو يعني بيعمل حفلة في مصر على سفح الأهرامات. مش عايز بس المسألة تبقى القنوات الراعية أو الجهات المنظمة هي اللي بتتكلم عن الموضوع، لا، إيه المشكلة إن ده الخبر ده تتلقاه كل الصحافة وكل الإعلام، وده يتنقل للعالم كله إن إحنا أصبحنا في حالة من الأمن والأمان والتفاؤل واستيعاب الآخر، إن بيجي عندنا يعني مغني عالمي بثقة لياني زي ما غنى في المسرح الكولوسيوم في إيطاليا، وزي ما غنى في فيرونا، وزي ما غنى في تركيا، وزي ما غنى في اليونان، وزي ما غنى في الأماكن الأثرية في العالم كله، أولى بينه يغني تحت سفح الهرم مع شعب متحضر، شعب عارف يعني إيه موسيقى، يعني إيه فن. لأن ياني كمان مش من الناس اللي هم بيعملوا البوب ميوزك، لا ده بيعمل شكل راقي جدا من الموسيقى يكاد يعني يقارب الكلاسيكية. فده جميل جدا، وأنا فرحان أنه موجود، وأتمنى إن شاء الله الفترات اللي جاية تشهد ده، بس علينا بقى إحنا إن إحنا نتكلم أكتر عن المواضيع دي. أحمد شاكر، ليه مش بنشوفه ممكن في عمل عالمي؟ لأنك تمتلك الوسامة، تمتلك العلاقات، تمتلك اللغة اللي هي كانت مفروض بتبقى عند النجوم العالمية التواصل مع الآخر. ليه ما نشوفش أحمد شاكر بيقدم عمل عالمي أو مش عمل عالمي؟ يعني زي ما أنت قلت، الحمد لله الواحد عنده المقاومات وعنده اللغة وعنده التواصل وعنده الثقافة، يعني بيقدر يفكر، بيقدر يفهم الغرب بيفكر بأني طريقة. ويمكن آخر نقطة دي هي اللي بتخلي فرص المشاركة قليلة، لأن الغرب لازال بينظر لمنطقتنا العربية على إنها منطقة مشاكل، منطقة إرهاب، منطقة عنف. بيبص للعرب نظرة للأسف، يعني أنا عايز أقول مش إيجابية، بيبص له كنظرة دونية شوية. وإحنا كعرب يعني شوفي صرفنا قد إيه في إن إحنا نمتلك قصور ونمتلك فيلل ونمتلك يخوت ونمتلك عزب بره عندهم، ولكن ما صرفناش في إن إحنا نمتلك العقل والدماغ، ما صرفناش في إن إحنا نمتلك وكالات إعلام ويعني ميديا تقدر تعرف الناس دي ان احنا بني ادمين زينا زيهم، وان احنا برضو عندنا تطلع لبكره احسن، وان احنا بنقدر نستوعب التكنولوجيا ونقدر ان احنا نطور بلدنا. فهم لازالوا بيبصوا لنا على ان احنا شعوب يعني همجيه، ودايما لما بيجوا يرشحوا ممثل من منطقه العربيه للاسف بيدوروا دايما على دور الارهابي، دور العميل، دور الحد بتاع المشاكل، يعني دايما بيبينوا المنطقه دي ان هي منطقه اخطار وان اللي طالعين منها مش مريحين. فده لون انا ما احبش ان انا اشارك فيه، يعني بجد ما احبش ان انا اشارك فيه. انما لو اتعرض على الواحد عمل بيعبر عن الشخصيه العربيه والمصريه بشكل ايجابي، لا طبعا يسعدني جدا ان انا اشارك فيه. وكان طبعا يعني ليا شرف ان انا التقي يعني بالفنان العالمي عمر الشريف في اخر ايامه، يعني جت فرصه ان انا اقعد معاه كتير يعني في الاوتيل اللي كان قاعد فيه، بنزل اقعد معاه كتير وكان بيقعد يتكلم وكده. فقال لي نقطه مهمه جدا، قلت له انت ليه ما كملتش يعني زي نجوم السينما الكبار اللي راحوا هوليوود وفضلوا يكملوا لحد ما مثلوا لحد سن كبير قوي؟ قال لي هم يعني في الغرب لا زالوا
بيحبوا البطل اللي بيسموه الريد نيك اللي هو الابيض، العنصر الابيض اللي هو بيمثلهم. زي احنا في مصر برضو صعب ان انت مثلا تجيبي ممثل من افريقيا وتعملي ممثل نمره واحد هنا، مع احترامنا طبعا لكل الناس. فهي الفكره ان الفنان بيبقى نتاج بيئته قوي ونتاج ثقافته قوي، انما ساعات تغلط كده وتطلع حاجات كويسه بتتكلم يعني عن شخصيات يعني عربيه في السينما الامريكيه، ولكن الحاجات دي قليله قوي. ولو عرض عليا حاجه ان شاء الله هشارك فيها اكيد، يعني بفخر ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد احنا بنفتخر بيك، لان اعمالك كلها بتبقى قيمه بتقدمها قبل ما تكون انتشار. يعني اشكرك، والفنان يعني بجد في مصر طول عمره واعي وطول عمر السينما المصريه. يعني هو انا ما بخترعش حاجه، ان انا يعني باخد بالي من الحاجات اللي انا بعملها وبشوف انا هخش بيوت الناس بكلمه معناها ايه او بتقول ايه او بقيمه ايجابيه او بتفاؤل لبكره، وبنعلم الشباب حاجه كويسه. يعني كنت حريص على ده، يمكن في 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 مشرفه رجل من هذا الزمان اللي عرفنا الناس قيمه العلم، مسلسل أم كلثوم وأسمهان اتكلمنا عن قيم فنية راقية جدا زي أم كلثوم، زي أسمهان، زي فريد الأطرش. قاسم أمين اتكلمنا عن رموز التنوير في بلدنا. مسلسل الطارق اتكلم عن البطولات العربية والإسلامية في فترة مبكرة جدا من تاريخ العالم. أميرة فعبدين حتى المسلسل الاجتماعي واتكلم عن رجال الأعمال اللي بياخدوا الفلوس ويحولوها برا ويفقروا الشعب المصري ويفقروا المؤسسات المالية فيه. فجميل جدا أن كل واحد عمل، كل عمل الواحد بيعمله بيحمل قيمة ولو بسيطة، وده شيء الواحد حريص عليه، أتمنى إن شاء الله أنه يستمر وتتوجد الأعمال اللي تسمح للواحد أنه يكمل بالمنهج ده بإذن الله. كان لك أعمال مؤثرة قوي في السيرة الذاتية، لو فكرت يعني هل أنت شايفة بقى مرحلة وخلصت، ولا ممكن لو عمل استهويك أو في شخصية معينة تستهويك أن أنت تقدمها في عمل سيرة ذاتية؟ السيرة الذاتية دي يعني شايف أنها من أرقى ألوان التمثيل. عندنا يعني الرائع احمد زكي الله يرحمه، يعني كان يعني مشهود له بانه هو يعني ممثل استثنائي. اخر ثلاث ادوار ليه كانوا سيره ذاتيه. لو تشوفي بره في مهرجانات الاوسكار ومهرجانات كان وفي الافلام العالميه بتبص ان تلاقي ان اكتر الاعمال اللي بتحصد جوائز هي اعمال السيره الذاتيه. وهي الاسباب بسيطه جدا. السيره الذاتيه اولا بتتكلم عن ترو ستوري، يعني قصه حقيقيه حصلت، حاجه مش من خيال المؤلف ولكن واقع حصل وناس عاشته. بتحمل قدوه ايجابيه، بتكلم عن حاجة مهمة، بتكلم عن شخص أثر تأثير مهم في حياة الناس، وفي نفس الوقت بترجع الناس لزمن هي مش عايشاه دلوقتي. يعني السيرة الذاتية بتجيب لك عصر كامل، مش فكرة الشخص اللي بتتكلم عنه، ولكن بتتكلم على عصر كامل بأخلاقياته، بطريقة التعامل، بمستوى الحوار بين الناس، بثقافة العصر ده. فأعتقد ان دي أعمال مهمة جدا، وفي مصر احنا بنعملها، يعني بتعكس قدوة إيجابية، بتعلم الشباب حاجة كويسة. عمرك ما هتشيلي من الشباب روح الانهزامية وروح العدمية وروح ان ما فيش امل في بكرة، الا لما تعرفين ان كان عنده تاريخ عظيم، وان كان عنده ناس كبار جدا عظام طلعوا من الارض دي وطلعوا من التراب ده وفي ظروف يمكن اسوأ من ظروفه، وخلوا لمصر قادر وشأن في العالم كله. واعتقد ان الاعمال دي مهمة جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل نقدمها. لو حبيت تقدم سيرة ذاتية هتكون لمين؟ شايف مين اللي انت يعني هو يعني عايز اقول الشخصيات، يعني الحمد لله الواحد عنده يعني زي مشرفة قدرة، يعني مشرفة بس انت قدرت مشرفة كان راجل مهم، ويعني كان اعظم تكريم ليا ان يعني العالمي احمد زويل العالم الكبير اللي حصل على جائزة نوبل يعني دور عليا وجي مصر واخد قاعة في اكبر فنادق مصر وعملي تكريم خاص ليا والأسرة المسلسل، لمجرد ان احنا يعني اتكلمنا عن رمز زي العالم مصطفى مشرفة، اكدنا على قيمة العلم. فباين ان الحاجة الحلوة بتتقدر، وبتتقدر بمستوى يعني كبير قوي. فانا عايز اقول ان الاعمال دي يعني كتير، وفي شخصيات يعني ثرية جدا، والحمد لله انا ممثل من الممثلين اللي عندهم امكانية ان يخش في شخصية وتقمسها ويعيشها ويعبر عنها وتصدقيه فيها. يعني انا بشتغل زي بالمعايير بتاعت يعني جوائز الاوسكار كده، بتعب نفسي قوي بعد اشتغل بالست والسبع والثمان ساعات في اليوم على شخصيه، واعمل بروفات صوتيه مع نفسي واقرا عنها كتير جدا واجيب تاريخها واقرا الناس شافتها ازاي والناس اللي عصرتها لو في حد موجود اقدر اقعد اتكلم معاه. فده مجهود يعني اسهل بكتير جدا من الواحد يروح فاتح صدره ماسك مطوه ويقعد يشتم ولا يمسك ازازه بيره ولا يشد واحده من شعرها. يعني اكيد ده مستوى تمثيل وده يعني مستوى تاني خالص. فاتمنى ان شاء الله ان اللون اللي احنا
بنقدمه وبيبقى وبيفضل لحد دلوقتي مسلسل أم كلثوم لسه بيرجع يتذاع بعد كام سنة، 6-7 سنين من عرضه، ولحد دلوقتي الناس بتقعد تتفرج عليه. أم كلثوم لازال لحد دلوقتي قاعد الناس بتقعد تتفرج عليه. المال والبنون، أرابيسك، أميرة في عبدين، ليالي الحلمية، الهجان، الحاجات اللي علمت ناس يعني وطنية، يعني انتماء. الأعمال دي باقية وكل ما بتتعاد الناس تقعد تتفرج عليها. للأسف المسلسلات اللي بتطلع سلق دي واللي بتتكلم عن العشوائيات وبتتكلم عن الانحرافات وبتتكلم عن القضايا الأخلاقية الغريبة، الفكر الغريب اللي هم مصرين ان هم يبلعونا ليه، لدرجة انت بتشوف برامج بيطلعك كمان عروسة تقعد تتعلم الناس حاجات غريبة جدا وأخلاقيات غريبة جدا. دي حاجات عايز اقول ما بتجيش صدفة، دي حاجات مقصودة وفلوس بتتحط وأفكار شيطانية ان احنا ازاي نضرب جيل كامل في أخلاقه وفي منهجه وفي طريقة تفكيره وفي عاداته وفي تقاليده. فإحنا احنا احنا حائط صد الفنانين اللي اتعلموا من نجوم كبار واللي فاهمين يعني ايه فن بجد، بجد حائط صد، ولا زالوا بيأدوا دور مهم جدا، وعلى الدولة ان هي تدعمهم، وعلى المنتجين الجادين والوطنيين والناس اللي شايفه ان هي لازم تعمل فن راقي في الفتره الجايه انها تقف معانا، نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض ونطلع حاجه محترمه، حاجه بتتكلم عن مصر مش بتتكلم عن انحدار وشكل للاسف هم عايزين يوصلونا فيه، ومش هيقدروا لان الشخصيه المصريه عارفه يعني ايه اصول، عارفه يعني ايه اخلاق، حتى لو مش قادر تعيش ده النهارده بس هي عينها عليه وعايزه ترجع للصح وباذن الله هترجع له ان شاء الله. احنا دعوه منك واحنا كمان من ايدك فيه. انا بشكرك وبشكرك على الحوار الجميل الراقي ده. شكرا.